FM. الكل مليك. قلناش معناش فساد. وتعرف جريمة الفساد، نعاود نقول راهي جريمة معقدة، مش جريمة عادية راهي. صحيح. هي جريمة منظمة. عملوا كتب قضائي مالي. معناها جريمة منظمة، معناها إثبات الفساد من عدم، راهو يلزمك تحليل الذمة المالية، تشوف الكارتيغرافي ريلاسيونيل مع تاع السيد هذاك وعلاقاته معناها مع الناس اللي ورطة في الأفعال المادية هذه والممارسات اللا قانونية. والأكيد معناها شوف راهو مش معناها بالسهل باش تكشف الفساد هذا. احنا ما قلناش معناش فساد، قلنا كل من سيثبت تورط في السابق في الحاضر ولا في المستقبل باش يكون مسؤول على الافعال نتاعو. كابافان الكلمه ليك.